عمر الفنان ما كيغير فيه شي حاجه. الفنان الاصيل كيبقى دائما فنان، سواء في كورونا او سواء من بعد كورونا. اللي تبدل هو النظره للحياه بصفه عامه، ان الحياه ما هي شيء مضمونه بالنسبه للفنان في الحياه العاديه، فماذا بك في وقت كورونا. في وقت كورونا تبين بان الفنان هو كيعيش واحد الهشاشه اللي ما كايناش عند المجالات الاخرى، ولكن بكرامه وبراس مرفوع. فبالتالي خصو ياخذ العبره باش يحاول انه يوقف في المحن الصليب وحسكه كيف ما كنقول. رحيم المنياري عنده 5 ولا 7 ديال المسلسلات، كل مسلسل فيه 30 حلقه. الا ضربتها في 7 غادي نقول لك اللاعب مع الذئاب، غادي نقول لك خو خالد باتون، غنقول لك دموع الرجال، غنقول لك نواره، غادي نقول لك موعد مع المجهول، غادي نقول لك السراب، غنقول لك مجموعه من المسلسلات. عبد الرحيم المنياري عنده مجموعه من التيلي فيلم، غادي نقول لك الدباب البيضاء، الفراشه السوداء، غادي نقول لك جنجا، غادي نقول لك واحد المجموعه ديال التيلي فيلم، غنقول لك مجموعه من ديال لي سيتكوم. غير سير حتى تجي عندي فيها 120 حلقه. فبالتالي علاش كنركزوا غير على مداوله؟ مداوله 60 فيها اختي كنفتخر بها، كنبغيها، كنحبها، ولكن ما كاينش على الادوار. فانتم كذلك اعلاميين ما خصكمش تبقاو تسوقوا هذه المساله، سوقوا العمل ككل وحاولوا انكم توصلوا هذه الرساله، ما تبقوش توجهوا المتفرج والجمهور لواحد المجال محدد. من الأحسن أنك كنتمنى